كان يا مكان في وحد البلاد ما عندها حتى عنوان، الحقرة والدل على طرف كل لسان. شي كيدور في فيلاتو وشي حتى الكسوة اللي شرا ما عجباتو. الدنيا رجعت كاملة مغيمة، لا سما صافية ولا الأرض تمشي فيها حافية. كل كيلغي بلغاه ويزيد تابع في الرزق دخاه. الدمعة من عيني نزلت حتى الرمل اللي قدامي تفزكت على الطفلة رندا اللي من القراية تحرمت. رندا اللي كان الزين ديالا بحاله فحال الورده، اللي شافها يقول سبحان اللي خلقها، ومن الادب والصواب اللي فيها يقول لا يعطيك الرضا. رندا كانت عائله مرديه وكتفكر في مستقبلها باش تعمل مزيه، ولكن حتى واحد ما كان كيبغي لها الربح وكل شيء كيبغي لها الفشل باش عمرها ما توصل. حتى وصلت من التسعه عاد شبراتها الفقصه، ثانوي ما كاينشي وهي ما عندها فين تمشي. عيات كتفكر شنو المعمول مع عائلتها باش تقنعهم، بحكم البلاد وتفكيرها وعندهم ثقافه قليله، اي انهم كيقولوا البنت الا خرجت على الشارع غتجيب العار، وحتى الا ما جبروا فيها حتى عيب يقولوا عليها النار من تحت التبن. دوزت 4 سنين وهي كتفكر درجه بدرجه وما قطعتش الرجا، ودائما كانت كتفكر انها للقرايه راجعه. في يوم من الايام جاتها فرصه باش ترجع لواحد التكوين تنمي القدرات ديالها وتزيد تطور من ذاتها. في هذا التكوين جاتها الفرصه باش تتعرف على ناس لي خاصها. تعرفت على القايد ضد الشر، واحد الراجل اللي ما عنده شيخه وخايف تشع عليه في وسط الحجر. غير تلاقى مع رندا وعرف الطموحات اللي عندها، قرر باش انه يعاونها ويواسيها، وقرر باش يعاونها باش ترجع تقرا، وقف معاها فعلا وواساها حتى عاودت رجعت قرات. وهنا الضحكه في وجه رندا عاودت دوات وخليتها انا سعدانه فرحانه كيف ما نتمناكم تكونوا حتى نتوما ان شاء الله، وجيت نعاود لكم الحكايه درندا باش تديو منا غايه. وهيدا غتكون الحكايه درندا مشات من واد نواد وورده بقات معاكم اولاد جواد. متابعي قناة أشواق تي في الإلكترونية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نتواجد اليوم خارج مدينة طنجة، نتواجد بمنطقة بليونش، منطقة تقع بشمال المغرب وبجوار مدينة سبتة المحتلة. أتينا اليوم، ربما الورود نجدها في الأماكن الطبيعية، اليوم نجد الورود معنا في هذا اللقاء وتتحدث. سأقدم لكم المبدعة والمتألقة وردة الناجي الحكواتية، والتي هي شابة ربما تصارع الحياة من أجل توصيل فن الحكاية إلى المجتمع المغربي. معنا ومعكم الأخت وردة الناجي. وردة مرحبا بك. شكرا، الله يكبر بك. وردة عرفنا براسك وعرفنا المجتمع. السلام عليكم، معكم وردة الناجي حكواتية من منطقة بليونش. وردة عرفنا وعرف المجتمع فن الحكاية. فن الحكاية هي وسيلة بيداغوجية في غرس القيم، وكذلك تعتبر الحكاية كوسيلة اللي استخدموها المغاربة ديالنا عفوا في القديم كتورث وتنقل العادات والتقاليد ديالها. تبارك الله عليك. كيفاش كانت البدايات ديال وردة فن الحكاية؟ فن الحكاية صراحة بديتو أنا في سن صغير، حيث أنا من دائما كان عندي الهواية ديال التمثيل، وشوية بديت كنتعلق بالحكاية. وكما كنعرفوا أن الحكاية هي مسرح فردي، يعني حتى هي كتقدر تمثل فيها شخصيات وأماكن إلى غير ذلك. والبداية ديالي كانت من بعد ما دخلت في واحد التكوين حكايات شهرزاد، اللي كانت عندي فرصة كبيرة باش أنني ندخل فيه، وصراحة استفدت منه بزاف ديال الحاجات. تبارك الله عليك. أختي وردة، طبعا في هذا الفن هذا غتكون كتشوف شخصيات او لا فنانين ولا ممثلين ولا اللي كتقتدي بهم، شكون هما؟ صح، الصراحه ما كنقتدي حتى شي واحد لحد الان. كنعمل داكشي اللي في راسي، وكيعجبني انني نكون انسانه مختلفه، وطريقه الالقاء ديالي، طريقه اللباس ديالي، اي حاجه كنخرجها اللي بانت لي في راسي كنعملها. نقدر نقول عليك انانيه؟ لا حشومه. واخا كيما غتوصل بالحكايه؟
الحكايه كنبغي انني اول حاجه نحييها نعاود نحييها، كنلاحظوا ان تراث المغرب القديم ما بقات منه حتى حاجه، وما يمكنش تجين واحد البلاد وانت ما عارفش العادات والتقاليد ديالها، فمن بين هاد العادات والتقاليد الحكايه هي اهم حاجه من التراث ديالنا المغربي، خصنا نحافظوا عليه. فانا بدوري كنحاول انني نعاود نحيي هاد الفن في المغرب، وانه يبقى يتوارث من جيل لجيل اخر ان شاء الله. وكذلك كنطمح انني نكون اشهر حكواتيه في الوطن، ولما لا نكون في العالم ان شاء الله يا ربي. ورضا بما انك تدخل في الفن الحكايه، طبعا يكونوا ناس كيدعموك وكيعاونوك في المحيط ديالك ولا في الحي ديالك، رغم ان الحكايه كنظن ما معروفاش بزاف، واش كاين شي داعم وشي تشجيعات؟ صراحه الحمد لله كاين الناس اللي كتشجعني وكتدعمني باش انني نزيد في المسار ديالي، ومن بين هاد الناس الاسره ديالي اللي كنبغي نتوجه لها بالشكر الجزيل اللي دائما واقفه معايا، رغم ان المنطقه ديالنا منطقه حدوديه وباقي شويه، بما اننا كنعرفوا ملي كتكون الفتاه في القريه كيكونوا شويه الانظار مختلفه، رغم ذلك الحمد لله العائله ديالي واقفه معايا، وكذلك السيد القائد المنطقه سي يوسف اللي كنتوجه له هو بالشكر الجزيل اللي ما كيبخلش عليا بالمجهودات الجباره معايا صراحه، ولا السيد العامل وكنبغي نشكر بزاف. إذا هضرنا على وزارة الثقافة والشباب، شنو الموقف ديالك منها، ولا واش كتعاونك بحكم أنه أنت كفنان؟ فعلا تلقيت دعم من عند وزارة الثقافة، فأطرت معهم جوج ورشات، واحد الورشة كانت في دار الثقافة اللي كاينة في مارتيل، وورشة كذلك كانت في مدينة الفنيدق. تبارك الله عليك. ورضا واش كتلقى فين تمارس فن الحكاية، يعني في مهرجانات ولا نشاطات ثقافيه، ولا ما كاينش هذا النوع ديال المهرجانات؟ كاين مهرجانات اللي كتهتم بفن الحكايه، مؤخرا كان عندي مهرجان الطفل في وزان، كذلك كنأطر ورشات داخل المدارس، كنأطر ورشات مفتوحه في شاطئ البحر العام اللي فات أطرتها في بليونش بالضبط، كنأطر ورشات كذلك في دار الفنون وديور الثقافه. تبارك الله عليك. دابا الناس اللي كيبغيو يشوفوا الاعمال ديال الحكوات يا ورده الناجي فين يقدروا يلقاو؟ غيجبروهم في باج فيسبوك ديالي الحكواتية وردة الناجي، ومرحبا بهم عندي ان شاء الله. وردة، شنو الرسالة اللي تقدر توجهها للشباب بحكم انك شابة، وطبعا الشباب ماشي كأي شباب، شاب اللي يكون عنده احلام ربما كيتخلوا عليها وما كيتقاتلوش عليها؟ كننصح الشباب كاملين اللي عنده شي فكره في راسه، ولا عنده شي موهبه، او عنده شي حلم، انه يثابر وانه يكمل فيه، حيت حتى حاجه ما مستحيله في الحياه. اذا كانوا عندك اهداف موحده وباغي توصل لهم غتوصل لهم، فقط العزيمه وثقه في النفس وغتوصل باذن الله. ورده، فن الحكايه واش عندكم، نهضر عليك انت كورده، واش عندك شي مشاكل ولا شي عراقيل اللي كتواجهك في هذا الدومين هذا؟ صراحة بما أن فن الحكاية ما معروفش بزاف، كنجبر عراقيل وكنجبر صعوبات، ولكن رغم ذلك كنحاول نتحداها باش نوصل الحكاية للصورة ديال المجتمع وأنهم يحافظوا عليها. تبارك الله عليك. رسالة أخيرة للناس اللي كيشوفوك. كنقول شكرا لأي واحد كيشجعني، شكرا لأي واحد كيدعمني، فخليكم تايقين فيا وأنا غنوصل بإذن الله، وشكرا حتى أنتين على الاستضافة، كانت حلقة رائعة صراحة، شكرا وما تكونش آخر مرة إن شاء الله يا ربي. شكرا. وأنتم متابعين الأوفياء، كانت هذه هي الوردة الزاهرة هنا بمنطقة بليونش. للتذكير أن بليونش هي منطقة سياحية وجبلية جميلة جدا، تقع بجوار سبتة وتقع بجوار جزيرة ليلى، الجزيرة الغنية عن التعريف، وتقع أيضا بجانب جبل موسى والكثير من المناطق الجبلية الرائعة هنا بالمنطقة. هذه دعوة للسياحة الجبلية. شكرا جزيلا لكم لمتابعتكم هذا الحوار الشيق. كانت هذه هي وردة، وكانت هذه هي التعريفات بالحكاية ودورها في المجتمع المغربي والعربي بشكل عام. شكرا جزيلا لمتابعتكم هذا الحوار، وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.